تخبي تخبي تخبي، هون بود الشرير ورانا. ماشي الشريرة اتركيها. بود الشرير يا اخوان، وعلى بالفخ هي هي ماشي الشريرة. اسمعي، وينو ايمن تيوبر؟ ما رح خبرك. ما بدك تقولي لي؟ اكيد لا. وانا ماشي الحقيقي واحمد الحاج، وانها ماشي الحقيقي هلا كانوا هون. معقول خطفتهم؟ وانا ماشي الحقيقي واحمد الحاج وين راحوا؟ اسال بود الشرير، هو قدامك. بود الشرير قدامي؟ وينه بود الشرير؟ ايه بود الشرير يا اخوان، بود الشرير اسمع، رح انتقم منك يا بودي. بعد عني، عم بحكي معك. ما رح بعد يا بودي. عم اقول لك بعد عني. عم اقول لك ما رح بعد عنك، ما رح بعد. وينو ايمن تيوبر؟ ايمن تيوبر قد ما دورت عليه ما رح تلاقيه، لانه انا وماشي الشريرة والشريرة الثاني خطفناهم. وانا ماشي الحقيقية، وينو احمد الحاج؟ بسرعة خبرني. ما رح اقول لك وينهم لانه انا اخذتهم لبعيد. ما بدك تقول لي؟ اسمع، أنا رح أخفيه اللي ماشى الشريرة وماشى التانية. وبدك تخفيهن لهول؟ ما رح تقدر. امبلا رح أقدر، شوف كيف. طيب يلا جرب أشوف. عم أقول لك شوف. يا الله، وينهم؟ يا الله، كيف هسه بدي أجيب أيمن تيوبر؟ أيمن تيوبر مخطوف وماشى كمان، حتى بود الشرير راح. شوفوا يا أخوان، يا الله. مين هاي؟ هاي مش ماشا، هاي اخت ماشا الحقيقيه الثانيه. بس ليه عم تبكي؟ اسمعي، ليه عم تبكي؟ ليه عم تبكي انت؟ ليه عم تبكي؟ خطفولي اختي. مين ماشا قصدك؟ ايه صح، خطفولك اياها. بود الشرير خطفها ولازم انا احررها. طب مش لحظه، مش انت ماشا الشريره المره اذيتينا؟ لا مش انا، هاي واحده ثانيه. متاكده؟ آه. يا اخوان اوثق فيها ولا ما اوثق؟ اكتبوا لي تحت التعليقات. طيب خلص، رح اوثق فيها. طيب ماشي، روح نحررها من بود الشرير انا وانت. يلا روحي. طيب روح نحررها انا وانت من بود الشرير. شو هذا؟ اجانا اتصال، اجانا اتصال. هات لنشوف مين. الدب الشرير وبود الشرير وماشا الشريرة مع بعض اتصلوا لي. يا الله، شايفين هاي ماشا الشريرة عم تتصل؟ هاي ماشا الشريرة. شو لازم نعمل يا ماشا؟ حرد. الو، مرحبا يا بودي. هاي ماشا الشريرة. اسمعي انت، ليش رحت من عندي هلا؟ انا بدي ايمن تيوبر وبدي ماشا الحقيقي وبدي احمد الحاج. وينهم بس على السريع؟ خبريني، سمعيني صوتهم. ارجوك يا بودي ساعدني. ما تخاف يا ايمن، ما تخاف، انا جاي. ما راح تخاف، ما تخاف. انقذني يا بودي، انقذني. ماشا، ايه راح انقذك، ما تخافي. يلا تعال بسرعه، انقذنا بسرعه. أحمد، تعال. هيني جاي، بس لا اعرف مكانك. وينكو انتو؟ وينكو؟ خبروني. طيب خبروني، جاي بدي انقذكو. هن بمكان غامض يا بودي. يا الله، شو لازم نعمل يا اخوان؟ حطوا لايكات كتير واشتراكات كتير عشان انقذهم. اسمع يا بودي. يا الله، صوت الدب الشرير. شو بدك يا دوب؟ انت ما فيك تعمل اي شيء. انت شرير، انت اجتمعت انت وبود الشرير وماشا الشريرة لحتى تهزموني، وما رح تقدروا تهزموني. رح نهزمك ونقضي عليك. عم اقول لك ما رح تقدروا تهزموني، وعلى الفاضي كلكم مع بعض. انت بعدك ما بتعرف مين نحن. شو حكيت؟ ولك انا بودي ولا؟ اسمع، بود الشرير بده يحكي. طب اعطيني بود الشرير اشوف. سمعني؟ ايه سامعك يا بود الشرير، شو بدك؟ مثل ما قالك الدب، نحن رح نهزمك. شو؟ ما رح تقدر تعمل اي شيء. انت شخص كتير ضعيف بالنسبة لنا. لك انا مع ناس بوقت الشدة بياكلوا الصخر، شو بقولهم بيعملوا؟ يا اخوان حطوا لايك، شوف كيف يا بود الشرير رح نهزمك. حطوا لايك يا اخوان. شوف شو رح نعمل فيك. عم اقول لك ما رح تقدر تعمل اي شيء. بس نتقابل بتشوف. طب اسمع، وين انت؟ اذا انت رجال وعامل حالك انك انت قوي، قول لي وين انت. رح اعطيك لماشا تحكي. اسمع يا بودي، ماشا نحن اجتمعنا عشان نقضي عليه. خبرينا وين انت، وين انتو؟ انا بدي انقذ ايمن تيوبر، بدي انقذ الكل منكو، بدي انقذ ماشا وبدي انقذ احمد الحاج. وين؟ خبريني. بودي روح على السيارة أول. طيب بركب السيارة هلا، وبعدين راح أبعت لك المكان على التليفون. تبعت لي اللوكيشن بقلب السيارة؟ إيه أكيد. طيب أنا قبلان وقبلت التحدي هذا كله، وما راح تفرق معي أي حدا،
مين ما انتو تكونوا ما رح تفرق مع اي حدا. بدي خبرك انه ما تجيب اي حدا معك. ما رح اجيب اي شي معي ولا حتى الشرطة يا بودي. ما رح اخبر الشرطة ولا اهل لماشا. ما رح اخبر اهلها لماشا ولا اخبر اهل حدا. ورح تيجي لحالك يا بودي. لأ ايه جاي لحالي، بس معي متابعيني. نحن بانتظارك. طيب يلا باي، انا رايح السيارة لحتى نشوف شو بدنا نعمل. يلا قوم يا ماشا. يلا اركب يا ماشا بسرعة. يا الله، راح اشغل السيارة ونمشي. شو مالك انت؟ زعلانة كتير على اختي. يا الله، زعلانة كتير على اختها. طيب راح اشغل انا وراح امشي بالسيارة. ايوه يا اخوان، راح امشي وراح اوصل. A few moments later. يا الله، هاي وصلنا، هاي وصلنا على المكان، وصلنا على المكان. وطبعا اللي بعتنا اياه بودي الشرير وماشا شريرة وكلهم الأشرار. في ماشا تاني شريرة، فنحن ما رح تفرق معنا ورح ننزل ورح ندور عليها. صح يا ماشا؟ يلا أمي انزلي. أمي أمي، يا الله، على فكرة المكان كتير غريب هون، وما توقعت أبدا إنه هذا هو المكان يلي بعت لنا إياه بودي الشرير. يا الله، بودي الشرير، بودي الشرير. يا الله، بودي الشرير. شايفينه يا أخوان؟ ماشا ماشا، شو لازم نعمل؟ انا مش عارف شو لازم نعمل. اسمعي، يا شايفته هو ماشا، ماشا السودا وبودي الشرير. شوف كيف بنطنط بطريقه كتير غريبه. ما بعرف نهرب منه او نضلنا هون، مش عارف، ما بعرف. يا الله يا الله، الوضع كتير غريب، انا ما توقعت هيك ابدا. يعني هيك بدي يصير؟ انا الصراحه ما بعرف. يا الله يا ماشا، اسمعي، شو رايك انه نهرب منهم؟ هيك هيك، اسمعي، هي هي جاي لعنا، بده يجي باتجاهنا، جاي باتجاهنا، لازم نتخبى. روح نتخبى بسرعة 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 بسرعة. تخبي تخبي تخبي، هون بودي الشرير ورانا، بودي الشرير ورانا. يا الله، بودي الشرير وماشا الشريرة، شو لازم نعمل؟ ماشا تخبي تخبي هون على السريع. شو عم نحكي؟ سامع يا ماشا؟ رح انتقم منك. ولا كلمة ولا كلمة. وينك؟ اوعى تفكر انك انت مخبى مني، اوعى تفكر انك انت مخبى مني لك انا ابوك. ولا كلمة يا ماشا، ولا كلمة يا ماشا. شو عم يحكي هاد؟ ماما لازم نتخبى منيح. يا الله يا اخوان، بودي الشرير قدامنا، مش عارف شو لازم اعمل. يا الله، خايف. لا ما خايف، راي متابعين بوقت الشد بياكل الصخر. انت خايف يا ماشا؟ لا كفو عليك، ليك رح نحرر اختك. بودي قال لك رح يحرر، يعني حرر. يا اخوان حطوا لايكات كتير. يا الله يا اخوان، ليكو بدي اقول لكم شغله، حطوا لايك واشتراك وفعلوا جرس التنبيه عشان كل فيديو بينزل فوتوا تحضروا اول ناس، اوكي؟ عشان رح احاول احرر الاشخاص كلياتهم. احسن منك مشنا. يا الله، شو لازم نعمل؟ انا مش عارف. تخبي تخبي منيح، يدي فوت لهون، يدي فوت لهون، بده يفوت لهون. تخبي منيح. هاي نارت يا عمودي، قوليلو انت حاسب طبعك. هاي نارت. ها ها ها، بودي اشمو رائحتك، اشمو رائحتك. يا الله، اشمو رائحتك. اين ستذهب مني؟ سوف اتخلص منك. هاي نارت. ها هاي نارت. أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ هيا قل لي. تخبي تخبي منيح، تخبي منيح. اسمعي ماشا، شو رايك نروح لهذيك الجهة؟ على السريع أنا وأنت، يلا تعالي بسرعة بسرعة. فات لجوا، فات لجوا، تعال نهرب، فات لجوا بودي الشرير، تعال نتخبى ورا سيارتي بسرعة بسرعة بسرعة. يا الله، تعي 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 هون، تعي هون. لك وطي 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 على السريع. يا الله، الوضع كتير بخوف، أنا ما توقعت أبدا هيك رح يصير. اسمعي، شو رايك إنك أنت تقعدي هون وأنا رح أقعد هون جوا؟ بس اسمعي، ما تخافي أبدا، ما تخافي، وما راح حدا يجي يخطفنا هون، لانه بودي الشرير هيك بكون ضعيف 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 ضعيف. يا الله ماشا، مش عارف شو لازم نعمل. عن جد الوضع كتير غريب. صح يا ماشا؟ اه. عن جد الوضع كتير غريب، انا ما توقعت ابدا انه هيك بده يصير فينا. عن جد عن جد. شو خايفي؟ جد خايفي من شو؟ خايفي؟ طيب ما في اشرار هون وما في حدا بده يجي يخطنا. عن جد ما بعرف، بس حاسس هيك دحسات عم تيجي، في اصوات غريبه عم تيجي.
حس كأنه حدا شافنا أو شيء. ما بعرف. ما تخافي ما تخافي يا ماشا، أنا معك بودي والمتابعين عم بيحطوا لايك يا إخوان. حطوا كل الكل يحط لايك واشتراك بسرعة، حطوا لايك واشتراك لأنه ما رح حدا يقدر علينا عن جد. ماشا الشريرة اتركيها اتركيها. بودي الشرير أنا مش خايف منك، بس رح أرجع لك، رح أرجع لك، عم بحكي معك، رح أرجع لك، رح أرجع لك.